دلائل النبوة، وذكرنا أنها ما أكرم الله به نبيه من الآيات والمعجزات، انشقاق القمر، تكثير الماء، بئر، ما في شيء يموج فيه النبي شيء من الماء ينبض بالماء، لا إله إلا الله، يمسح على مريض يشفى بإذن الله، عين تخرج من مكانها يرجعها بيده، حتى يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز شاف صغير قال من هذا؟ فرد عليه قال أنا ابن الذي رد المصطفى بكفه عينه فردت أحسن الردي، ربما أكون يعني لم أتي بالبيت بطريقة صحيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عين قتادة وأرجعها إلى مكانها فردت أحسن الردي وعادت أقوى مما كانت، يقول كلما مر بي الزمن أردت أن أعرف أي العين فتذكرت أن هي الأقوى والأحد في البصر، صارت ما صار البصر فيها ما يضعف أبدا، لأن الذي ردها بكفه أحسن الرد هو النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغير كثير من خوارق العادات.